طيب والخط المنحني العجوز. برافو، سكتوا علينا كلنا. اليوم رح ناخذ درس جديد. رح نروح على مكان اول مره نروح عليه. وين بدنا نروح؟ بدنا نروح على حديقة الحروف نتعرف على الشجر الموجود فيها. تعالوا نحكي القصة. كان يا مكان في قديم الزمان، في سالف العصر والأوان، كان في ولد شطور اسمه أحمد. في يوم من نعمل منحنى صغير. لا تترك ايدك يا شطور، نرجع بماء صغير. صار عندنا الهمزه الحلوه كتير. يلا باصبعك اعمل الهمزه. يلا بكل اصبعك همزه. يلا لا استنى، يلا اعمل الهمزة. منحني، لا طلع منحني،
نعمل خط مائل صغير. يلا سفا احنا يلعبون. لا ما بدي هذا. يلا كنا كتف ايدينا. كتف 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 كتف. مين الماما اللي بيحكي لي من الكلمات اللي انا بكتبها يحوطني على الهمزه؟ مين الماما اللي بيحكي لي انا في همزه؟ وين الهمزه الموجوده هنا؟ هذا حرف الهمزه؟ هذا حرف الهمزه؟ هذا حرف الهمزه؟ الهمزة؟ برافو. تعالوا نتعلم.